السلام عليكم. يلا 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 ادفع اثنين. يا علامة الدفع. ادفع ثاني. دام ماشينا سوبر ماركت. دفع جوال ما بيدفع. اوكي طبعا يا شباب ده الجهاز. الجهاز ده موجود في اي باص. بعدين يعني اي راكب بيكون عنده برنامج تطبيق في الموبايل او عنده في بطاقة معينة بيستخدموها بتستطيع انك تدفع في الجهاز. فايسين عملية يعني عملية سهلة جدا وعملية متطورة جدا. وبعدين نتمنى انه كل البلدان اللي ما مستخدم فيها التقنية دي اتمنى انه يستخدمها، لانه صراحة بتوفر كتير. انه الباص بيكون ما محتاجة مثلا كمساري وما محتاجة يعني. وبعدين الباصات دي يعني اللي بتركب بباب وبتخرج بالباب الآخر. يعني الباب الدخول. لازلنا طبعاً الآن في مدينة شانشا. بس. ماشين السوبر ماركت. أكبر سوبر ماركت في شانشا. جبال ما شاء الله.
طبعا ال ايش اللي زعج يا سالم؟ Thank you.
Thank you.